ورجعنا لكم مرة تانية. وصلنا معاكم دلوقتي لفقرة استوديو الحريفة. طبعا زي ما شفنا كلنا امبارح، الاهلي قدم مباراه كبيره جدا قدام اسوان في الدوري وكسب 3-0 باداء مميز من اللاعبين والمدير الفني مارسيل كولر. فعايزين نحلل كده الماتش واحده واحده كده مع بعض، وكمان نعرف فايده المباراه دي في المباراه اللي جايه ان شاء الله في افريقيا يوم السبت قدام سان داونز. طبعا احنا يعني كله قلقان ومتخوف، وهل كده الاهلي نقدر نقول ان هو رجع تاني خلاص لحس الانتصارات؟ كل ده هنعرفه ان شاء الله النهارده من محللنا الناقد الرياضي محمد جمال. اهلا بيك ومنورنا. اهلا بحضرتك. عايزك تقول لي كده، شفت ازاي مباراه الاهلي واسوان امبارح، او يعني ممكن تحط لنا عنوان للمباراه امبارح؟ اكيد عوده الانتصارات كان مهم جدا للنادي الاهلي امبارح ان هو يفوز على اسوان. يمكن ماتش صعب بعد فتره كان النادي الاهلي فيها عنده سفريات كتير جدا، كان عنده عدد كبير من الماتشات. شفناه في كاس العالم للانديه في المغرب، بعد كده طلع من الكاس العالم للانديه على السودان، لعب مباراه الهلال في دوري الابطال، ثم بعدها على مباراه اسوان. يمكن من اكتر كمان الحاجات اللي بتتعب اي مدير فني ان هو دايما بيبقى عنده اكتر من بطوله، دايما بيبقى التفكير والدوافع مختلفه عند كل اللاعبين. يعني بطوله كاس العالم للانديه انت عندك دوافع مختلفه تماما، قدرت تفوزي على اوكلاند ثم سياتل ساوندرز، ثم بعدها على طول قدرت ان انت تلعبي ماتش كبير جدا قدام ريال مدريد، خسرتي ولكن لعبت ماتش كبير جدا، بعدها مباراه طبعا فلامينجو البرازيلي في اربع حتى مدارس مختلفه تماما، من نيوزيلندا لامريكا لاسبانيا للبرازيل، بعد كده تلعبي مباراه ضد الهلال السوداني في الهلال في دوري الابطال، فبدايه مشوار جديد برضه، ولكن بعدها ترجعي على اسوان كمان وتلعبي ماتش كبير في الدوري. اسوان من الفرق الكويسه، مش بس الفوز عليهم 3-0 ده يقول ان اسوان فريق سهل، لا اسوان فريق كويس جدا، فريق كبير الموسم ده، فريق متواجد في المراكز الاولى في اول 10 مراكز في بطوله الدوري الممتاز، فريق قدر ان هو يلعب على ملعبه نتائج كويسه جدا، قدر يكسب نادي الزمالك على ملعبه، قدر يكسب عدد كبير جدا من الفرق على ملعبه. فظهورك بالشكل ده وتجهيز عدد كبير جدا من العناصر، انا امبارح عجبني جدا حسين الشحات، عجبني جدا مروان عطيه، عجبني جدا حتى بعد ما نزل رامي، عجبني بيرسي لما نزل، عجبني كمان ظهور قفشه، عدد كبير جدا من اللاعبين. فبالامس امبارح ظهروا ورجعوا تاني بصوره كويسه، وطبعا عوده كهربا للتهديف من جديد في الدوري. يمكن كهربا الفتره اللي فاتت ظهر بشكل كويس جدا مع النادي الاهلي وبيسجل في الدوري بشكل كويس في الزمالك، سجل في سموحه في الكاس، بعد كده دلوقتي سجل في اسوان. بشوف ان هي مكاسب النادي الاهلي كبيره جدا في مباراه الامس امام اسوان قبل طبعا مباراه سان داونز، لان انت دايما الدوافع بتتخلي مع اللاعبين في حاله الانتصارات بيكون الموضوع اسهل بشكل كبير جدا، وزي ما بنقول دايما في الكوره الفوز بيجي فوز نفسيا طبعا. ايوه صح. امبارح شفنا كولر عمل تبديلات كثيره جدا وعمل تبديلات مختلفه، وده يمكن اللي بيميز كولر. لما في اول الموسم كان بيعمل روتيشن والناس قاعده تقول لك ايه الروتيشن ده ولا او غلط، عايزك تقول لي شايف ازاي من وجهه نظرك ده هيفيدنا طبعا في الاجهاد البدني اللعيبه بتتعرض له. لازم يعمل روتيشن بشكل كبير جدا. الفتره اللي فاتت النادي الاهلي لعب عدد مباريات كبير جدا، والفتره الجايه عدد ماتشات كبير جدا. يمكن انا كنت قلت قبل كده ان يعني كان صعب قوي النادي الاهلي يجي عليه شهر 2 او شهر 3 ويكون ما عندوش عدد كبير جدا من الاصابات. يمكن الثلاث مواسم اللي فاتت كان النادي الاهلي بيوصل في شهر فبراير وشهر مارس بيبقى عنده 9 او 10 اصابات مستشفى. بالظبط، وكنا بنقول مستشفى النادي الاهلي. فده يقول لك قد ايه النادي الاهلي السنه دي مختلف، كولر مختلف، كولر عاوز يجهز كل العناصر اللي معاه. يمكن الناس بتلومه، مش عارف بتلومه ليه، ان هو انت بتبدل في الخط الامامي، بتبدل في خط الوسط، بتبدل في خط الدفاع، كل الفرق الكبيره بتعمل كده. تبص على ريال مدريد عندها روتيشن بشكل كبير جدا، تبص على برشلونه عندها روتيشن، مانشستر يونايتد نفس الكلام، ليفربول نفس الكلام. لازم تحدي من الاصابات اللي عندك، لازم يبقى عندك عدد كبير جدا من اللعيبه جاهز لخوض ماتشات، لان مش كل ماتش زي الماتش الثاني. فعندك كمان برضو ترتيبه ماتشات انت لازم تكون محضره لها. يعني اكيد كولر كل تفكيره دلوقتي في مباراه سان داونز، واكيد من قبل مباراه اسوان وتفكيره في ماتش سان داونز، ولكن هل ده يقول لك ان ماتش اسوان انا ما جهزتش اللعيبه اللي عندي؟ طيب انا جايب لعيب زي مروان عطيه هديله امتى؟ يعني انا مشتريه من نادي الاتحاد السكندري، انا هلعبه امتى؟ طب انا الكهرباء عندي عايز اديله بشكل اساسي هديله امتى؟ لعيب زي شادي حسين انا عايز اخليه يشارك، اخليه يشارك امتى؟ طب ما يشارك في وقت يكون النادي الاهلي كسبان فيه، ينزل يجيب ثقته في نفسه. لو كان امبارح سجل حتى الكره اللي جت في العارضه كان ممكن اكيد ثقته في نفسه ترجع بشكل كبير جدا. فانا بقول لك لا، اختيارات كولر وروتيشن كولر مفيد جدا للاهلي، وده هيبان اكتر في الادوار الاقصائيه في دوري الابطال ان شاء الله ربنا يوفق النادي الاهلي ويتاهل من دور المجموعات. هتلاقيه فاد بشكل كبير جدا النادي الاهلي، لانك انت لما يكون عندك اكتر من 20 لعيب جاهز في الماتشات، عن طبعا لما يكون عندك اكتر من 13 لعيب بس اللي جاهزين، فانت دايما خايفه ان ده يتصاب وده يتاثر. لا، كل لعيبه بتسجل اهداف، كل لعيبه ظاهره بشكل كويس، كل لعيبه عندها الدوافع كبيره جدا انها تشارك مع كولر. ده خلي بالك بيخلي كمان
على كل لعيب فيهم لود كبير قوي ان هو عاوز يثبت نفسه اكتر واكتر عشان هو اللي يحافظ على مكانه. يمكن عدد قليل اللي بنلاقيه حافظ شويه على مكانه، يعني بنلاقي الشناوي، عبد المنعم ومتولي، ممكن ديانج وحمدي، مره حمدي لا، ممكن السوليه يدخل، فده عدد كبير جدا من اللعيبه. انت ما بتحسيش اصلا ان في تغيير، يعني النادي الاهلي امبارح كسبان 3-0 وباداء رائع، انت حسيت ان في تغيير في طريقه اللعب او حتى في العناصر؟ لا، كل العناصر عارفه دورها، كل العناصر عارفه هي بتعمل ايه كويس، فانا بشوف ان ده اهم ما يميز كل راس. بالظبط. طيب عندنا كندوسي، عندنا خالد عبد الفتاح، مروان عطيه، شفت ادائهم عامل ازاي؟ وهل شايف ان احنا نقدر نحكم عليهم دلوقتي ولا لا لسه؟ بص، انا عايز اتكلم الاول على الكندوسي. الكندوسي يمكن من الصفقات اللي كانت مفاجاه، يعني كانت مفاجاه بشكل كبير جدا، النادي الاهلي ينهي التعاقد معاه، ولكن لعيب مميز جدا جدا جدا. شفناه مع فاق ستيف الجزائري في الفترات اللي فاتت، كان لعيب كبير ولعيب مميز ولعيب هو ترمومتر اداء الفريق الجزائري. شفناه ظهر في دوري ابطال افريقيا، ظهر قدامنا كمان الموسم اللي فات. الموسم ده انا بقول لك الكندوسي من اللعيبه اللي لو شاركت بشكل كبير جدا مع النادي الاهلي هيكون لعيب فارق قوي في وسط الملعب، لعيب بيقدر يمرر بشكل سريع جدا قدام، لعيب بيقدر يقطع الكره بشكل كويس قوي، لعيب بيقدر يجيد رجليه الاثنين كمان الشمال اكتر شويه، بحسها عليه في الاستلام اكتر في الباص بشكل اسرع بشكل كبير. كمان هو مش هايب الموقف، يعني شفناه في الشويه اللي نزل فيهم في مباراه الهلال السوداني، شفناه في الشويه اللي شارك فيهم في مباراه اسوان، هو مش هايب ان هو بيلعب مع النادي الاهلي، هو عنده الرغبه في ان هو يظهر بشكل اساسي مع النادي الاهلي بشكل كويس. انا بشوف ان يعني لعيب زي الكندوسي لا يبقى مفيد في وسط الملعب كثالث بشكل كبير جدا، سواء مع ديانج وحمدي او ديانج والسرية، لازم الكندوسي يكون واخد دور كبير لانك انت مشترياه عشان هو يكون مفيد معاك في دوري الابطال ويكون مفيد معاك في بطوله الدوري. عايز اشيد بكولر وانه اختياره كمان لمشاركه الكندوسي، يمكن هو بيشارك بيه لسه في الاواخر كده في اخر الماتشات لحد ما يبتدي ياخد معاه عدد من الماتشات. خالد عبد الفتاح يمكن انا بالنسبه لي دلوقتي اصبح كمان مش هقيمه لانه لعيب كويس، لعيب ظهر بشكل كويس جدا في مباراه الزمالك الاستثنائيه بالنسبه له، انك انت تجيبيه من سموحه تديله بشكل اساسي معاكي، لا بشوف ان هو ظهر بشكل كويس جدا خالد. فخالد دلوقتي يمكن هو ومحمد هاني الاثنين خلاص بيتبادلوا مركز زر الايمن وفي منافسه شرسه في المركز ده. تبص برده حتى على لعيبه ثانيه من اللي شاركت امبارح، بشوف شادي شارك، بشوف ادى رامي ربيعه، بشوف ادى البيرسي تاو ثاني، بشوف ادى برده لعدد من اللعيبه. وكمان تصريحه ان هو مش من المدربين اللي بيتخرج لعيب عشان ما عملش اداء كويس في الماتش اللي قبليه، قال ده مش هيقول ان انا مدرب كويس، انا ما اتعلمتش كده، فده يقول لك قد ايه العقليه كويسه جدا جدا اللي بيدربك. شفنا عبد القادر متطور بشكل كبير جدا، حسين الشحات تطور بشكل كبير جدا مع كولر، لا مدرب حاطط ايديه كلها على اللعيبه كلها بتاعته والعناصر بتاعته. الشوط الثاني امبارح كان في شيء من الهدوء، خلاص انت مطمن، انت شايف انه دي ممكن تبقى تعليمات كولر للعيبه، خصوصا ان انت عندك ماتش سان داونز، انه خلاص النتيجه مرضيه بالنسبه لنا نهدى في الشوط الثاني؟ بصي، هو دايما بيبقى الموضوع مختلف، دايما اللعيبه انا خلاص كسبان 3-0 الموضوع اتحسن بالنسبه لي، كمان حتى جت ركله الجزاء والشناوي صداها، والشناوي بيستمر في اداء كويس جدا مع النادي الاهلي. يمكن اكيد في ناس بتنتقد الشناوي، لكن انا بشوف ان الشناوي يمكن ابرز حارس في في في, في تاريخ كره القدم المصريه خلال اخر 7 سنوات، يعني طبعا مفيش خلاف على الشناوي بالظبط، يعني الشناوي بيقدم موسم ممتاز. انت اخر 3 أو 4 أو 5 ماتشات جاي عليه 4 ضربات جزاء صددهم، يعني هو الراجل يعمل ايه تاني اكتر من كده، اكتر من الاختبار في ضربه جزاء يعني. والشناوي ليه تصديات كبيره جدا مع النادي الاهلي وبيفرق بشكل كبير جدا مع النادي الاهلي، فخلاص كانت لعيبه النادي الاهلي اطمأنت بشكل كبير جدا للنتيجه. دايما لعيب في الملعب بيبقى بينه وبين زميله انا خلاص ما دوست على نفسي اكتر، ممكن اخرج باصابه، ممكن اخرج بالتحام، طب وليه انا عندي لسه سان داونز، عندي القطن، عندي الدوري كله الفتره الجايه، خلي بالك هيكون مضغوط بشكل كبير جدا. الدوري المصري هيكون عدد ماتشات كبير، الاهلي دلوقتي عنده 40 نقطه فرق طبعا عن بيراميدز وعن فيوتشر، واكيد حتى لو الزمالك في مراكز الخامس او الرابع ولكن يظل الزمالك اكيد هيكون منافس مع النادي الاهلي قدام، فعندك بيراميدز وفيوتشر والزمالك، وعندك بيجي من ورا المقاولين وبيجي الاتحاد، بيجي المحله، كل الفرق دي اكيد هو الاهلي بيبقى بيخشى كل ده، بيبقى مركز دايما ان هو يفرق بعدد كبير جدا من النقاط، بعد كده بقى يبتدي يرتب اولوياته هو لو حسب بطوله الدوري مبكرا اكيد هيكون مهم بالنسبه له جدا الفتره الجايه في دوري الابطال. فبشوف لا، ان لعيبه النادي الاهلي في الشوط الثاني قدرت تستخدم الموضوع بشكل صحيح، قدر كولر يستخدمه برده في ان هو يشارك عناصر كانت لايبه، كمان كاس مصر واللي لو كسبوه هيبقى عنده السوبر، سوبر يوم 5-5 في الامارات، فعندك 5-5 عيد ميلاد امير ان شاء الله، يبقى يوم عندك حلو عندك عدد ماتشات كبير جدا جدا جدا، عندك ماتشات مميزه، لو الاهلي قدر يكسب بيراميدز ان شاء الله في الفاينل هيوصل على طول لكاس السوبر، فبطولات كتير جدا بتتحقق قدام النادي الاهلي ورا بعض. يعني انا عايز اقول لك ان من 2 لشهر 5 ممكن الاهلي يوصل لاكثر من 25 ماتش، ده عدد كبير جدا. مع العلم ان انت عندك في شهر 3 في وقت طويل جدا رمضان، فمواعيد الماتشات هتبقى مختلفه، مواعيد التمارين والحاجات دي كلها، فانت فعلا وفي اوله كده هيكون في فتره غياب بسبب طبعا المنتخب، بس برضه اللعيبه هتشارك مع المنتخب في ماتشين ملاوي، واللعيبه الثانيه هتكون في المنتخب الاولمبي مع كابتن مع مستر ميكالي، ماتشين زامبيا، لا عندنا برضه لعيبه هتتعب، يعني اكيد هتتعب الفتره الجايه وفي ضغطه ماتشات كبيره جدا، ربنا معانا ان شاء الله. طيب بمناسبه ان انت اتكلمت عن ضربات الجزاء، ظاهره غريبه فعلا في الاهلي اخر 4 ماتشات، احنا حتى اتحسب علينا 5
ضربات جزاء. الحلو ان طبعا شناوي صد منهم ثلاثة او أربعة تقريبا ثلاثة. طيب ازاي نقدر نتفادى القصة دي، فكرة ضربات الجزاء اللي بتيجي علينا دي نقدر نتفاداها ازاي في الماتشات اللي جاية؟ اكيد طبعا في التدخلات لازم تكون اهدى بشكل كبير جدا. سيب قرار الحكم ده حاجة تانية مش هتكلم فيها، ولكن انت لازم تاخد بالك من التدخل بشكل كبير. المدافع دايما ما يبقاش عنده السنة بتاعت اللي هي الزيادة، بيبقى عارف اشوفها بتبقى حماس زيادة لو عايز يقطع الكرة بشكل كبير جدا. ولكن يمكن النادي الاهلي هو اقل الفرق يعني تسجيلا في مرمى اهداف في ثلث الدوري، اعتقد 5 أهداف فقط، فده حاجة كبيرة جدا وحاجة كويسة جدا للنادي الاهلي. ولكن يظل اكيد موضوع ضربات الجزاء ده مرعب لان ماتشات دوري ابطال افريقيا هيكون فيها الهدف لحسابه، ولو الشناوي صادد 4 ضربات جزاء في اخر 5 ماتشات فانت برضو ده بيبقى اوبشن من الشناوي ان هو ده عشان الشناوي، لكن انت ممكن تكون دي بتبقى هدف محقق يعني بنسبه كبيره بنسبه 100%. صحيح. فانا بشوف ان النادي الاهلي لازم يركز في القصه دي كويس على خط الدفاع، يعني حتى في ضربه جزاء اسوان اللي قدامنا على الشاشه محمد اشرف لعيب لسه صغير عاوز يثبت نفسه، فهو اللعيب داخل بسرعه بشكل كبير جدا، فطبعا اللعيب الثاني قدر ان هو يحصل عليه بشكل كويس. فانا بقول لك لا، الكره او الدوري المصري هيكون الفتره الجايه فيه حماس بشكل كبير جدا. لعيبه النادي الاهلي بصراحه اثبتت قدام اسوان انها قدرت انها ما فيش ضغوط خالص عليها، خساره الهلال نقدر نعوضها قدام صن داونز، بعد كده عندنا لقطنا عندنا صن داونز ثاني عندنا الهلال، الفتره الجايه في دوري الابطال حتى في دور المجموعات عدد الماتشات هيكون بسرعه جدا. فالنادي الاهلي اكيد عاوز يحسم ده وعاوز يحسم التاول من بدري، لان خلاص اعتقد لعيبه النادي الاهلي كلها حابه دايما تشارك في كاس العالم للانديه، حابه دايما تكون موجوده في المونديال بعد اكيد ال3 سنين اللي فاتوا. النادي الاهلي موجود في ال3 سنين اللي فاتوا بيظهر بشكل كويس جدا، ثالث مرتين ثم رابع، المره دي كانت مختلفه بالنسبه لي، بشوف النادي الاهلي قدم اداء مميز جدا، لعب ماتشات تاريخيه يمكن من اكثر النسخ النادي الاهلي اقنعني فيها، منهم مباراه ريال مدريد مباراه تاريخيه بلا جدال من النادي الاهلي. فانا بشوف لا، النادي الاهلي عنده القدره الفتره الجايه على ان هو يحافظ مع لعيبته على الاداء ده ويستمر على المستوى ده. خلينا نتكلم عن ماتش ماتش ايه؟ سان داونز. ماتش سان داونز نروح لماتش سان داونز، شايف ازاي مواجهه الاهلي مع سان داونز ونقاط القوة والضعف عند الفرقتين؟ بص اكيد ماتش صعب جدا، صن داونز من الفرق اللي بتعرف تلعب ضد النادي الاهلي، بتعرف تلعب ضد الفرق كلها، فريق كبير، فريق اكيد بينافس بشكل كويس جدا. يمكن حظنا خلاص بقى مع صن داونز كتير قوي طوال السنوات اللي فاتت، بقينا نلعب صن داونز بشكل كبير جدا، فبشوف ان صن داونز من الفرق اللي دايما قوية، فريق قدر ان هو يفوز في مبارياته في دوري ابطال افريقيا، ففريق اكيد عنده فرصه ان هو خلاص يتاهل من دور المجموعات. يمكن النادي الاهلي هو اللي عايز تعديل المسار، النادي الاهلي هو اللي عاوز يكسب في اول 3 نقاط ليه على حساب صن داونز في القاهره ان شاء الله. بشوف ان فرص الاهلي اكيد اعلى في وسط حضور جماهيرك، في وسط انك بتلعبي على ارضك، في وسط انك انت لعبتك فايقه برده بشكل كبير جدا انها تلعب صن داونز. لازم لعيبه النادي الاهلي تفكر في ان هي تضغط على فريق صن داونز من البدايه، فريق صن داونز ما تدروش ان هو يباصي كوره كتير، لانه دايما عنده برده اللعيبه اللي بتقدر تمرر بشكل سريع وبيقدر ان هو يلعب عليك بشكل كويس، فلازم الجزء البدني قوي جدا قوي جدا، فلازم انت تخليه. وبعدين هو مرتاح الفتره اللي فاتت، ما عندوش ضغطه الماتشات اللي عند النادي الاهلي، فلازم لعيبه النادي الاهلي تبقى مركزه في ده كويس. لازم تضغط من البدايه في اول ربع ساعه او ثلث ساعه تحاول تجيب هدف مبكر، لو جابت هدف مبكر في صن داونز هيرتبك بشكل كبير جدا. وخير مثال على ده مباراه الاهلي وصن داونز من حوالي 2 سنين كده ولا حاجه في استاد القاهره، جه ضربه جزاء علي معلول سددها، فقدر النادي الاهلي يفتح المباراه بشكل كبير جدا. بشوف ان الاهلي عنده قدره وعنده رغبه ان هو يفوز على صن داونز، هي اهم مباراه في المجموعه، لان هي دي المباراه الانطلاقه الاولى بالنسبه للنادي الاهلي. بعد كده انت عندك لسه القطن ماتشين، لسه بعد كده عندك الهلال في استاد القاهره، فانت عندك عدد كبير جدا من الماتشات بعد كده تقدر تلمي فيه عدد نقاط، ولكن مباراه صن داونز مهمه جدا. حلو قوي. طيب من وجهه نظرك ايه افضل تشكيل للماتش ده؟ بصي انا يعني بالنسبه لي طبعا دي اختيارات مارسيل كولر، وكل اللعيبه بصراحه بالنسبه لي جاهزه بشكل كبير، ولكن يعني انا بشوف ان هو اكيد مش هيبدا انا هقول لك اللي هو بيفكر فيه، مش هيبدا بشكل مختلف، او هيبدا عادي جدا بالشناوي، هيبدا بظهير ايمن، هيكون محمد هاني اعتقد يرجع مكانه تاني، اعتقد ظهير ايسر هيكون علي معلول بشكل كويس، هتلاقي في قلب الدفاع هتلاقي محمد عبد المنعم، هتلاقي محمود متولي، بصي هتلاقي في وسط الملعب هتلاقي ديانج، هتلاقي ممكن السوليه لو لحق يكون موجود، لو مش موجود هيكون اعتقد حمدي فتحي هيكون موجود جنبيه ومعاه، ممكن نشوف دوسي. ممكن نشوف مروان عطيه، مش جديد على النادي الاهلي، الثلاثه اللي قدامه اعتقد ممكن يكونوا ثابتين شويه، عبد القادر واعتقد برده حسين الشحات هيكون واخد الماتشات، الثالث اعتقد هيكون كهربا قدام صن داونز على محمد شريف وعلى شادي، اعتقد ان هو هيدي كهربا في المباراه دي. لازم، انا شايفه وجود كهربا مهم قوي بصراحه، بيتفائل بوجوده وبيستغل كمان سرعته بشكل كبير جدا، وكهربا عنده ميزه كمان ان هو بيقدر يستغل كل الفرص اللي بيجيبها، يعني لو جاله 5 فرص ممكن كهربا يخلص، وشفنا كل اهداف كهربا بتبقى مختلفه شويه، يعني هدف بالراس بيسجل بدماغه، بيسجل برجله اليمين، برجله الشمال، بيعمل اسيست بكعبه بالظبط بيقدر يضغط بشكل كبير جدا على خط الدفاع. فاعتقد كهربا يكون مهم جدا. شادي وشريف لهم نوعيه مختلفه، الاثنين بيبقوا محتاجين عرضيات بشكل اكبر، محتاجين انك انت توسع لهم مساحه بشكل اكتر عشان يقدروا
يقدروا ان هم يسجلوا فيها ويستثمروا كل الفرص. ولكن بشوف ان الكهرباء احنا محتاجين في ماتش صن داونز سرعات لخط دفاع صن داونز. احنا بنشكرك جدا محمد، الوقت خلص بتاع حلقتنا، وان شاء الله ان شاء الله نفوز ونحقق فوز حلو كده في ماتش يوم السبت. يا رب ان شاء الله. بنشكركم جدا مشاهدينا، دلوقتي خلصت حلقتنا، هنروح لفقره استشاره طبيه بس هتكون من حلقه سابقه. استنونا الاسبوع اللي جاي في حلقه جديده ومواضيع مهمه ان شاء الله. باي.